أشكر كل الناس اللي صوتوا لي والسنة دي يمكن فئة أفضل مطرب شاب، حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي لأن 2015 ظهر فيها أول ألبوم ليا، وعايز أقول كل سنة المسؤولية بتزيد أكتر، ولولا ثقتكم وثقة الجمهور وثقة الناس وثقة أهلي وأبي وأمي فيا ما كنتش هبقى موجود معاكم السنة دي. فأنا بهدي الجائزة لكل الناس اللي صوتوا لي وبشكرهم جدا جدا، إن شاء الله كل سنة نبقى مع بعض. شكراً.